بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيدنا. إحنا دلوقتي يا مولانا في الزمن المعاصر ناس كتيرة بتتعرض لخفافيش الظلام والأقوال التي يعني زي ما بيقولوا بتلعب في دماغة الناس. ابتدت الناس دلوقتي في زماننا يا مولانا يقولوا ان الانسان لما يبقى رحيم عافي عن الناس او يعفو عن الناس معناه ان هو ضعيف، فابتدوا يقولوا لازم ناخد حقنا بدراعنا. العنف يا مولانا والشدة، هل هو مطلوب في الدين ام اللحمة والعفو هي المطلوبة في الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عليه الصلاة والسلام. سيد الخلق أرسله الله رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة ليست دعوة، بل وليست أمرا ونهيا وحكما. هذه الرحمة مفهوم ومنهج حياة. مفهوم ومنهج حياة، جميل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في أول خطابه للبشر يسمعونه أول ما يسمعون: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. عليه الصلاة والسلام. مهداة يعني هدية. جميل. والهدية لابد أن تكون نافعة، لابد أن تكون مرغوب فيها، لابد أن تكون تدخل الفرحة في قلوب الناس، تهادوا تحابوا. الهدية تسبب الحب بين الناس. صحيح. ولذلك فسيدنا رسول الله يدخل الحب في قلوب الخلق. عليه الصلاة والسلام. اللي يعرف رسول الله يحبه. أبو جهل كان بيحبه، أبو لهب كان بيحبه. أبو لهب أول ما سمع من ثويبة أنه رزق أخوه عبد الله اللي هو انتقل إلى رحمة الله تعالى. أيوه. أعتقها لوجه الله. أبو لهب لما عرف أن آمنة جاء ميعاد ميلادها الشريف أرسل إليها ثويبة، وعبد المطلب أرسل إليها الشفاء أم عثمان بن أبي العاص، أسلموا بعد كده. وعندها أم أيمن بركة، وأصبحوا دول هم الستات اللي محاضرين مع أمنة في الميلاد الشريف. سيدنا النبي عليه السلام قال حديثا عجيبا غريبا جعله المحدثون أول حديث في الرواية. يعني الشيخ وهو جالس بيدرس علم الحديث لازم يبدأ بالحديث ده، ولذلك سمي المسلسل بالأولية. المسلسل بالأولية، مسلسل يعني في صفة في الرواية جمعتهم. يعني مثلا المسلسل بالحسن، ما يقول لك إيه: حدثني شيخي وكان حسن الخط، حدثني قال حدثني شيخي وكان حسن الهندام، قال حدثني شيخي وكان حسن الوجه، قال حدثني شيخي وكان حسن المجلس، قال حدثني شيخي وكان حسن الطيب، قال حدثني شيخي. لازم يشوفوا جهة حسن ويتكلموا عليه، والحديث في الآخر يقول لك: أحسن الحسن الخلق الحسن. ما شاء الله. فالحديث المسلسل بالأولية كل شيخ يقول وهو يرويه: وكان أول حديث يحدثني يا شيخي. ولذلك سمي المسلسل بالأولية. ما هذا الحديث الذي اختاره المسلمون ليكون أول حديث يدخل ذهن الطالب؟ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: يرحمكم من في السماء. الرواية الأولانية الميم عليها سكون. يرحمكم من في السماء، كأن في شرط.
إذا رحمتم اللي في الأرض ربنا يرحمكم، ومعناها إذا ما رحمتوش اللي في الأرض ربنا مش هيرحمكم. فيها تهديد شوية. اللي بالضم يرحمكم من في السماء، المين مضموم يعني. أيوه. يبقى كأنه بيدعي يا رب ارحمهم، ارحموا من في الأرض، خلص الكلام. أيوه. يا رب ارحمهم يا رب. ما شاء الله. فسواء كده ولا كده المعنيين ماشيين كويسين. أيوه. ولكن شوف ازاي الحديث المسلسل بالأولية ينقله الشيخ إلى ذهن الطالب. نقول لمشايخنا هو ايه الحكايه بتاع البسمله دي؟ اول حاجه كنا ندرسها بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعني اول حاجه نقولها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث حتى في ابو داود كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابطر، وان كان الاصح منه كل امر لا يبدا فيه بذكر الله او بحمد الله فهو ابطر. لكن معلش البسمله لها ايه؟ بنقولها في بداية الأكل والشرب أي حاجة لها بال نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم دي إيه الحكاية بتاعتها؟ بسم الله وخلاص. هلا أصل الله سبحانه وتعالى له صفات جلال وله صفات كمال وله صفات جمال. جميل. جلال وكمال وجمال. ما شاء الله. الجمال رحمن رحيم عفو رؤوف غفور شكور، جمال كده حاجة. أيه. صبور حاجة حلوة كده. أيه. الجلال منتقم الجبار متكبر العظيم القوي المتيء، يعني ها تحس كده بالهيبه. أيوة. قهار كده اهو. الكمال هو الاول والاخر الظاهر الباطن القابض الباسط المعز المذل السميع البصير الحكم وكده، يعني ايه يعني ايه ثنائيات كده معناها، يعني ايه الاول والاخر؟ يعني هو كل حاجه يعني سبحانه وتعالى هو الاول والاخر، يعني هو يفنى الخلق، هو قبل الكون وهو بعد الكون. جل جلال الله. الظاهر الباطن يعني كل حاجه من لا يخفى عليه خافي. ونعم بالله. القابض الباسط الخافض الرافع، يعني الامر بيده، هو اللي بيخفضه هو اللي بيرفعه وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو المعز المذل. ونعم بالله. ولذلك الاسماء الثنائيه دي بعض الناس من الجهله يعترضون عليه، يقول لك ازاي الضار ازاي المذل لا هو الضار النافع صحيح مع بعض مع بعضهم معز مزل لانه ده الكمال. صحيح. يعني هو بيده الضر وبيده النفع سبحانه وتعالى. مم. بيده خلق الخير وخلق الشر كل حاجة بيده سبحانه وتعالى. فاذا احنا هنا في كمال يبقى جلال وجمال. طيب كان ممكن يقول بسم الله وخلاص، كان ممكن يقول بسم الله الرحمن المنتقم، يبقى واحدة من الجمال واحدة من الجلال. أيوة. عشان الواحد يخاف يعني ذلك. أيوة. يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أبدا. طب ما هو كان ممكن يقول المنتقم الجبار. أيوة. بسم الله المنتقم الجبار القوي المتين، علشان الناس تخاف بقى لأن الناس مش راضية. صحيح سبحان الله. كان ممكن نقول كده ساعتها بسم الله القوي المتين لو كان ربنا قال كده وخلاها فاتحة كتابه وفاتحة كل الصور، كنا نقول ربنا بيتجلى بجلاله على عباده حتى يعني يتقوه. أيوة. لكن ما عملش كده جل جلاله. صحيح. يبقى بقى كلام الناس دي كلام فاسد. صحيح. ده هو بيقول بسم الله الرحمن وسكت. رحيم كمان ما شاء ده الله. كمان بيقول لو حبيت اجيب صفة تانية برضو رحمة، وده فايدة التكرار او بعض الناس يفتكروه تكرار، هو مش. أيوة. تكرار ده تأكيد ما شاء بسم الله الرحمن. أيوة. يقول لك ما هو رحمن صحيح بس هو يعني ايه اخفى انتقامه وجبروته. لا هو في التانية كان ممكن يبقى جلال. صحيح. راح جايب جمال. معنى الكلام ان الله جعلنا وخاطبنا جمال في جمال.
ما شاء الله، جمال في جمال، جمال في جمال. صح. اما حكايه رحيم. الجلال دي مش ملناش دعوه، ربنا يلطف، احنا منا هو طبيعي. ربنا جميل، ربنا لطيف، ربنا رحيم، رحمن، ربنا عفو وغفور، ده أمنا فيه كده، رجأنا فيه كده. أنا مالي ومال بقى أنه هو يعني ماليش دعوة، أنا اللي ليه دعوة أنه هو جميل، وأنه هو حبيب، وأنه هو رحيم، وأنه هو رحمن. ولذلك السلف كان يقول تخلقوا بأخلاق الله. طب قال لك طب نتخلق بالإيه؟ بالجمال، يبقى فيها تخلق. ما ينفعش بقى بالكمال، ما ينفعش اقول انا متكبر لان ربنا متكبر. ما هو قال ايه بقى؟ تخلق بالجمال. وتعلق بالجلال. وتعلق بالجلال. وتعلق بالجلال. وتحقق بالكمال. ما شاء الله. يبقى فيه بقى التخلق والتعلق والتحقق. علشان يحفظوهم كانوا هم يعملوا شيء من انواع تخلق وتعلق وتحقق. وتحقق يعملوا سجع كده عشان سجع تحفظ. علشان تحفظ ما شاء الله. التخلق بالجمال. أي. والتعلق بالجلال. والتحقق بالكمال. ما شاء الله. يعني اؤمن ان ربنا كامل. تعلق بصفات جلاله، لما يجي حد يظلمك ما تظلموش، حد يعنف عليك ما تعنفش معاه، قول يا رب، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقيك شره، يبعده عنك ويبعد أذيته عنك. فأدي الدين كده. ولذلك بعض اليهود كده كانوا ييجوا من الـ يعني الـ أوضاعهم ما كانتش مرضية، وكان ربنا يعني يغضب عليهم، فيجوا أسلموا عليك يا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ياكلوها كده، قال علشان ايه؟ ما ياخدش باله يعني. وهم بدل ما يقولوا السلام عليكم يقول السام، السام في اللغة معناها الهلاك او الموت او كده. فالسيدة عائشة مش مصدقة ودنها ان حد يوصل بيه من الفجر، انه اخوك في الوطنية حتى ولا حاجة، انك تقول له كده يعني انت مش مصدق انه رسول الله، بس يعني لزومه ايه؟ قلة الحياة. جميل. صحيح. فالسيدة عائشة قالت بل عليك السام والهلاك والنبي عليه السلام ضحك ولا يا عائشة، ان الرفقة ما دخل في شيء إلا زانه، ما شاء الله، وما نزع من شيء إلا شانه، ما شاء الله، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. العنف لغة في العنف، هي الاتنين صح، عنف وعنف. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني ربنا ما بيديش حاجة على العنف، لكن بيدي حاجة على الرفق. عليه الصلاة والسلام. قالت ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال بل سمعت، ولكن قولي لهم وعلي. إذا كان بقى قالها السلام أهد جات معاه، إذا كان قال السام يبقى هي مردودة عليه، وعليك زي اللي انت قلته بقى وعليك، وأنا أمري لله بقى. صحيح. شوف 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 الصدر الواسع، شوف شوف الخلق الكريم، وهو ايه؟ ده قائد، ده زعيم، ده قائد جيوش. صحيح. يعني ممكن يمسك الجدع إشارة من صباعه الشريف عليه السلام متقطع ويفرمه مثلا، لكن لا ما فرموش. صحيح. ولا ده آمن كمان، يعني هقول لك مثلا ابتغاء انه ايمانه زي ما عمل مع ثقيف صلى الله عليه وسلم، انما سيدنا بيعلمنا عليه الصلاة والسلام. بيعلمنا ازاي تكون انسان، وازاي تصبر على الناس دي. طب نعرف يا مولانا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ايه في الرفق والرحمه، مش في العنف والشده زي ما الناس بيقولوا، ولكن بعد الفاصل بعد اذن فضلتك. فاصل نعود اليكم، فابقوا معنا. يا نور الحق نور لي طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. يا مولانا قبل ما نطلع الفاصل فضلتك قلت لنا الحديث الشريف لما اليهودي جه وقال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك،
والنبي عامله بمنتهى الرفق، وما قال السيدة عائشة ما دخل رفق في شيء إلا زانه. أمال يا مولانا اتنقل لينا منين، أو إيه اللي جاب مجتمعنا الإسلامي إن دلوقتي العنف لازم أخد حقي بدراعي، وإن أنا لو تسامحت، كان زمان واحنا صغيرين يقول لك الله يسامحك لما حد يأذيني، دلوقتي لازم أخد حقي بدراعي، وموضوع الطار المنتشر في مجتمعنا يا مولانا جه منين؟ من الجهل. من الجهل. ده حاجة بسيطة خالص. من الجهل. من الجهل. ناس جهلت القرآن، وجهلت السنة، وجهلت تاريخ المسلمين، وجهلت الواقع. جميل. وجهلت المكون الأساسي للعقل المسلم، جهلت كل ده، ولذلك بعملت كده، ده من الجهل. سيدنا رسولنا ربنا بيقول ايه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب ازاي بقى؟ إذا كان هو أرسل في زمن معين، الناس اللي قبليه دول كلهم يبقى هو رحمة ليهم إزاي؟ طب والله الناس اللي بعد كده ممكن يشوفوا حاجة من رحمته، إنه هو رحمته بأنهم يتبعوه بأنهم كذا، لكن الناس اللي قبليه قالوا مش واخدين بالكم، ده ربنا جعل هذا النبي رحمة لكل فرد من بني آدم، من لدن آدم إلى نهاية مطاف الدنيا ما شاء الله، وقرار انتهائها بأمر الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. إزاي؟ قالوا في يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم. حديث الشفاعة اللي هو حديث الشفاعة اللي بينكروا بعضهم. لأنهم مش شايفين الصورة كاملة، فاكرين انه ده سيؤدي الى تراخي الامة. طب ما هو في اوامر تانية بتقولك ما تتراخاش، وفي اوامر تانية بتقولك ولا يغرنكم بالله الغرور، فان اقواما يقولون نحن نحسن الظن بالله، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل، وهو الى اخره، ولا يكون احدكم ان مع يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت، وان اساءوا اسأت، بل وطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا أنفسكم. يعني وأحاديث كتيرة وآيات كتيرة بتقول المعنى اللي أنت خايف منه ده، لكن تنكر الشفاعة. فتاخد بالك إن الرحمة ما بقتش عامة، فتاخد بالك إن عدم إن الرحمة لم تعد مكونا من مكونات العقل المسلم، فيظهر لنا العنف بقى، العنف وخد حقي بايديا، وخد انا مش ضعيف عشان الجا للقانون، خذ ثأرك من جارك. ده كلام الجاهلين. صحيح. ده كلام الجاهلين الاول، القتل انفى للقتل، وخذ ثأرك من جارك، تارك من جارك. ما ينفعش اللي طوله خده، زي ما بيعملوا دلوقتي يا مولانا، يبقى عارف القاتل ويقتل غيره، ده عبارة عن فعل الجاهلية الأولى. أي. التي كانت أظلم وأطغى. ساتر. فإذا الإجابة على هو ليه إحنا وصلنا ليه كده للجهل. صحيح. طب الجهل بإيه؟ إجابة موجزة يا مولانا. الجهل بالقرآن. صحيح. وبالسنة وبالتاريخ وبالفقه الإسلامي والتشريع وبالتاريخ الإسلامي وبالواقع المعيش. ده فعلا ده واقعنا دلوقتي، بيقول أن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. صحيح. ده دلوقتي بيقول كده الله عليه الصلاة والسلام، بالرغم من كل هذا الهتر والحمق في استعمال العنف، بالرغم من كل هذا الهتر في استعمال الهتر، يعني حمق في اللغة العربية، بالرغم من كل هذا إلا أنه الرفق ما زال لا يدخل في شيء في عصرنا الحاضر إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. يا جماعة إحنا أصحاب دعوة إلى الله. جميل. والدعوة إلى الله تستلزم الرحمة والرفق. صحيح. أما اللي بيظن نفسه أنه سيأخذ حقه بيده، وأن العنف هو الأساس وهو المقدم، فهذه عقيدة الجاهلية، سوف يضيع بها نفسه وحقه الأنكت من كده بقى والأمر وأمته. لا حول ولا قوة. يعني ده
يرتكب جريمة ليس في حق نفسه فقط، بل في حق نفسه وفي حق من حوله. ما الذي يدفع هؤلاء بعد جهلهم بالكتاب والسنة إلى تبني العنف؟ أقول أنا أن الذي يدفعهم لذلك أنهم جهلوا فوائد الرفق وظنوه ضعفا، وظنوه ضعفا، أدي من الجهل برضو، وظنوه ضعفا. وأنا بوجه لهم كلمة حكيم من الحكماء، إن هو مجرب في الحياة، أن الرفق قوة. صحيح. حتى إن غير المسلمين في العالم عرفوا قيمة الرفق ده وعرفوا قوته، فراحوا مسمينه إيه؟ القوة الناعمة. القوة الناعمة. جميل. ده مش ده الحكماء، ده العقلاء. ما هو العقل خصيم نفسه. العقل بيعمل ايه؟ بيشوف حقائق الامور ووقائع الامور. صحيح. واقع الامر ايه في ذاته؟ ان الرفق قوة ناعمة. في رفق، ايوه، بس ده مش ضعف، ده قوة. صحيح. اللي انا عايزه هاخده بس من غير استخدام العنف. ازاي بس انه 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 الرفق، الرفق ده شيء لطيف، شيء خفيف، شيء رقيق، يعني تستعمل فيه كده النعومة. قال طب وماله؟ ما تكون القوة ناعمة. هو لازم القوة تكون جارحة وخشنة؟ القوة هي التي توصلك إلى المقصود، إلى هدفك. طب ما هو الرفق بيوصلك إلى هدفك، يبقى هو القوة الناعمة. صحيح. جميل. حتة القوة الناعمة دي حتة لازم تتفهم، حتة مش مفهومة. كيف يكون قوة وكيف تكون ناعمة؟ لابد علينا من أن الصدام هو الحل الوحيد. أنا أقول له: يا من تعتقد هذه العقيدة، أنت تذهب منها يأسا وهربا، ولست تذهب إليها قصدا وطلبا. جميل، ما شاء الله. الهرب والطلب المرة ذكرناها في حلقة سابقة. هي برضو هنا. يا من تستبدل بالرفق العنف والصدام، أنا أوجه لك حقيقة أنك تترك القوة إلى الضعف، ما شاء الله، والصلابة والمتانة إلى الهشاشة، وأنت تترك ما يثاب عليه الإنسان إلى ما لا يثاب عليه الإنسان، وأنت تترك القوة الناعمة التي توصلك إلى الحق وتوصلك إلى هدفك وتوصلك إلى حقك وتوصلك إلى مرادك، وتأخذ شيئا إن حصلت به بعض الحق لا تحصل به كله. إذا نجح في مرة يسقط في مرات، ثم إنما يترتب عليه بعد ذلك لهو البلاء المبين. أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل هذه الطاعة لله، تجد أثر هذه الطاعة في حياتك. ربنا يفتح عليك مولانا ويزيدك علم وينفعنا بعلمك. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية على هذا العلم وعلى هذا الوقت اللي بيقضيه معنا في برنامجنا نور الحق، على وعد باللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم نور الحق. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور لي طريقي، أشوف السكة والمشوار يبان بنور الصدق والعلم الحقيقي، قصادي تتفتح كل البيبان.